الآن مباشرة إلى أخبار المال والأعمال، حيث نظم مشروع تطوير الزراعة والتسويق المتكامل يوم الحقل الإيضاحي لمحصول الذرة لمجتمع قرضايا بمحلية أم روابة بولاية شمال كردفان. ويأتي المشروع تحت شعار باتقانات إنتاج أوفر وجودة تقود السوق، وبتمويل من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية إيفاد، والذي يستهدف حوالي 27 مجتمعا زراعيا في 3 محليات بشمال كردفان. مدير مشروع تطوير الزراعة والتسويق المتكامل بالولاية المهندس التجاني خليفة أوضح أن الهدف من المشروع تقديم تقانات متكاملة ابتداء من تحضير الأرض حتى عمليات الحصاد، وذلك من أجل ترقية وتطوير الزراعة. الممول من منظمة إيفاد يعمل بولاية شمال كردفان في 27 مجتمع في 3 محليات: الرهد وأم روابة وشيكان. والهدف منه انه نزيد انتاجية المحاصيل الزراعية ونزيد الدخل بتاع المزارعين، ونعلي من دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات للمزارعين بالولاية. الليلة حضرنا يوم حصاد لمحصول الذرة ارفع قدمك بقرية قرضايا، والحقول دي نحن طبقنا فيها تقانات تحضير الأرض باستخدام المحرات الحفارة كيزل. أكد مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بشمال كردفان محمد الحافظ الشريف أهمية المسح الميداني لمعلومات الثورة الحيوانية لتحديث البيانات المتعلقة بقطيع الماشية من حيث المراعي والإعداد والأصناف ونظمت الإدارة العامة للثروة الحيوانية والمراعي بوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية شمال كردفان الورشة التنويرية للمسح الميداني لمعلومات الثروة الحيوانية بمشاركة كل محليات الولاية، وذلك بغرض إعداد بيانات تفصيلية متعلقة بقطاع الثروة الحيوانية. هذه الورشة تتماشى فعلا مع السياسات اللي هو التي تهدف إليها الفترة الانتقالية في هذه الدولة، كما هذه الورشة تتماشى مع التخطيط الاستراتيجي بالنسبة لهذه اللي هو الولاية. لدينا مشكلة في اللي هو قاعدة البيانات الصحيحة، وهذه الورشة إن شاء الله حتعكس وحتجينا بنتائج ممتازة على أساس أنه تبني لنا قاعدة بيانات يمكن التخطيط عليها إن شاء الله مستقبلاً.